أهلا بكم مشاهدينا الكرام، هذه تغطية إخبارية على مدار ساعة من شاشة القاهرة الإخبارية، والتي نتناول فيها تطورات الأزمة الأوكرانية وملف الأوضاع في النيجر، إضافة إلى التوترات في مضيق تايوان، والبداية من الأزمة الروسية الأوكرانية. قالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية أسقطت صاروخا أطلقته أوكرانيا فوق شبه جزيرة القرم أثناء الليل. وبحسب بيان الدفاع الروسية، فإن نظام كييف حاول شن هجوم على أراضي شبه جزيرة القرم بصاروخ دفاع جوي من طراز S-200 تم تحويله إلى نسخة هجومية، مشيرة إلى أن الصاروخ الأوكراني اكتشف في الوقت المناسب من قبل قوات الدفاع الجوي الروسية وتم إسقاطه. قالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت 17 طائرة مسيرة أثناء الليل في محاولة لقصف مناطق تقع في شمال ووسط وجنوب البلاد، فيما لم يتضح بعد ما الأهداف أو المناطق التي كانت تستهدفها روسيا. من ناحية أخرى، ذكرت سلطات دونيسك التابعة لروسيا أن القوات الأوكرانية قصفت المنطقة ب44 مرة خلال 24 ساعة، وأشارت إلى أن القصف الأوكراني شمل 150 مقذوفا من عيارات مختلفة واستهدف 8 بلدات. ولم تكشف سلطات دونيسك عن أضرار أو خسائر بشرية نتيجة لهذا القصف الأوكراني. عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا في مقر قيادة العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا في مدينة روستوف، وأشار الكرملين إلى أن بوتين استمع خلال الاجتماع إلى تقارير من رئيس الأركان القوات المسلحة الروسية فاليري غراسيموف وقادة مناطق وضباط كبار آخرين في العملية العسكرية الخاصة. وشهدت مدينة روستوف في يونيو الماضي تمردا لمجموعة فاغنر استمر لمدة 24 ساعة. ذكرت وكالة تاس للأنباء نقلا عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله إن امتلاك روسيا لأسلحة نووية هو الرد الوحيد على التهديدات الأمنية التي تواجهها بلاده، وأضاف أن روسيا تعتقد أنه من الممكن والضروري منع أي مواجهة مسلحة بين القوى النووية. وأشار إلى أن آفاق المفاوضات بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا ليست واضحة حتى الآن. ينضم إلينا إلى مزيد من النقاش من سانت بيترسبرغ دكتور سمير أيوب الكاتب والباحث السياسي والخبير في الشؤون الروسية. صباح الخير دكتور سمير، أبدأ معك بشكل مباشر حول تصريح سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا والذي تحدث فيه بأن الحل الوحيد للرد على التهديدات التي تعانيها موسكو من الدول الغربية هو أن تمتلك أسلحة نووية. لماذا تلوح أو يلوح المسؤولون في روسيا من آن إلى آخر باستخدام السلاح النووي كحل من الحلول لمواجهة التهديدات الغربية؟ أهلا وسهلا بكم، صباح الخير لكم ولمشاهديكم الكرام. تصريح لافروف هو ليس الأول فيما يخص الامتلاك روسيا للأسلحة النووية. يعني عادة أي دولة من دول العالم والتي بدأت بامتلاك الأسلحة النووية تعتبر أن هذا السلاح هو سلاح ردع وسلاح دفاع عن النفس أكثر مما هو سلاح هجوم. لو عدنا إلى التاريخ، فإن الدولة الوحيدة التي استخدمت الأسلحة النووية من أجل إرهاب أعدائها والسيطرة عليهم والهيمنة هي الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وكان بذلك رسالة إلى الاتحاد السوفيتي، مما اضطره للعمل سريعا على إنشاء وعلى تصنيع الأسلحة النووية
بمثابة أن يكون موازن ورادع لأي يعني عمل خارجي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية ضد الاتحاد. الآن روسيا عندما يكثر الحديث من خلال قادتها عن الأسلحة النووية، هذا يأتي ردا على الإشاعات وردا على الأخبار المتداولة دائما من قبل الإعلام الغربي عن أن روسيا ضعيفة وقابلة وجاهزة وهي تستعد لاستخدام الأسلحة النووية. هذا يأتي في إطار التشويه الإعلامي، لذلك روسيا ترد دائما أن كل مخزونها النووي وكل أسلحتها النووية التكتيكية المتواجدة داخل روسيا والتي نقلت في الفترة الأخيرة إلى بيلاروسيا الهدف منه هو دفاعي، وخاصة أن تسليح الغرب بأسلحة حديثة لأوكرانيا والحديث عن تسليح لطائرات F-16 التي يمكن أن تحمل الأسلحة النووية، هذا أيضا يخيف روسيا لأنها لا يمكن أن تنتظر إلى أن يصبح لدى نظام كييف أسلحة نووية من أجل يعني يهدد أمنها ويهدد مدنها. أذكر أن الرئيس الأوكراني قبل البدء بالعملية العسكرية الروسية في خطاب له أمام قادة حلف الناتو قال أنه نادم على التخلص من الأسلحة النووية، هذا اعتبرته روسيا إشارة على أنه يريد امتلاك هذه الأسلحة. لذلك الآن نعم يعني روسيا تقول أن أي استخدام للأسلحة النووية سوف يكون آخر يعني ما يمكن أن تلجأ إليه روسيا للأسف، وهذا يمكن أن يكون يعني نهاية للعالم، لأن استخدام الأسلحة النووية من قبل روسيا أو من قبل أي دولة أخرى يؤدي إلى فناء الجميع. لذلك لا أعتقد أن لا روسيا ولا الولايات المتحدة الأمريكية تريد الوصول إلى هذه المرحلة، لذلك تبقى الكرة في ملعب حلف الناتو الذي دائما يستفز روسيا ويعرض أمنها للخطر، وخاصة الآن عن طريق بولندا وعن طريق أوكرانيا وغدا يمكن نعم. عن طريق أي دولة مجاورة أخرى. وهناك أيضا دكتور سمير تحركات لتشكيلات مختلفة سواء على الحدود البولندية أو غيرها من الدول التي تنضوي تحت مظلة الناتو، هناك تحركات عسكرية كبيرة، وهناك أيضا حديث من جانب المسؤولين في الناتو بأننا مستعدون أيضا لاستخدام هذا السلاح النووي إذا ما أقدمت روسيا على ذلك. لماذا ترتفع نبرة الحديث عن هذا السلاح الآن؟ هل وصلت الأمور إلى منحنى أخطر في المواجهة ما بين هذا التكتل الخاص بالناتو في مواجهة روسيا؟ نعم يعني الآن الصراع على الساحة العالمية بين روسيا وأصدقائها والولايات المتحدة الأمريكية وأتباعها بدأ يتخذ طابع الصدام العسكري. يعني روسيا لم تعتدي على أي دولة غربية ولم توسع نفوذها، وإنما حصل العكس، يعني توسع حلف الناتو باتجاه الحدود الروسية كان خرقا للاتفاقيات التي وقعت بين روسيا وحلف الناتو. لذلك تعتبر روسيا أن هذا التوسع والتقدم باتجاه حدودها يشكل خطر عليها وليس له أي مبرر. يعني كل دول أوروبا الشرقية التي كانت سابقا في حلف وارس وانضمت إلى حلف الناتو يعني روسيا لم تكترث بها كثيرا، لأنها تعتبر من حق أي دولة أن تنضم إلى أي حلف إذا كان بغية الدفاع عن نفسها. أما بأن تتحول هذه الدولة إلى قاعدة لتشكيل خطر على دولة مجاورة وبالأخص على روسيا، وخاصة ما يحصل في بولندا وما كان يعد لأوكرانيا والآن ما يحصل أيضا ما يمكن أن يحصل مستقبلا في فنلندا بعد انضمامها إلى حلف الناتو، روسيا تعتبر أن هذا لا يمكن السماح به ولا يمكن التغاضي عنه. لذلك أيضا تقوم بتحركات وتؤكد أنها مستعدة للدفاع عن أمنها. يعني الغرب لم يكن يعلم في أي وقت من الأوقات بأن روسيا يمكن أن تقوم بهذه العملية العسكرية داخل أوكرانيا، لذلك رماها في التدخل في شؤونها الداخلية وفي مساندة انقلاب حصل بها، وأيضا المسألة الأخيرة التي تم الكشف عنها عن المختبرات البيولوجية التي كانت تعد داخل أوكرانيا، كل ذلك ضد روسيا. نعم دكتور سمير، نحاول أن نستقرئ معك تصريح لافروف أيضا بأنه أو عندما قال بأن أفاق المفاوضات بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا ليست واضحة حتى الآن، ما الوضوح الذي تحتاجه روسيا من أجل إتمام مفاوضات حول هذا النزاع المسلح في أوكرانيا؟ يعني الهدف الأول لروسيا من العملية العسكرية وكان أحد أهم المطالب التي قدمت إلى حلف الناتو وإلى أوكرانيا هو أن تكون أوكرانيا دولة محايدة، ألا تكون في حلف ضد روسيا، هذا هو المطلب الرئيسي لروسيا. وبعد هناك مطالب يعني يمكن حلها بطرق سلمية وبطرق بسيطة، يعني مسألة وجود المنظمات النازية أو الفكر الفاشي النازي الجديد في أوكرانيا، مسألة الاعتداءات والحرب ضد الثقافة الروسية، هذه يمكن التعامل معها.
معها، لكن المهم بالنسبة لروسيا ألا تكون أوكرانيا عضو في حلف الناتو وقاعدة عسكرية يمكن أن تؤثر على أمنها القومي. لذلك دائما يعني روسيا عندما تتحدث عن هذه المشكلة بأنه لا يمكن السماح بها، لهذا نرى أن الغرب الآن يتخبط في مواقفه أصلا. يعني بالأمس مارك ميلي رئيس أركان هيئة القوات الأمريكية المشتركة طارة يقول أن على أوكرانيا أن تحقق أهدافها الآن، أي يعني ما يسميه تحرير أرضها بالقوة العسكرية، وطارة أخرى يقول أنه لا يمكن لأوكرانيا أن تحقق هذا الأهداف نظرا للضعف التي تعانيه الآن وخاصة على جبهات القتال. لكن يبدو أن إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على منع أوكرانيا من التفاوض مع روسيا هو إطالة أمد العملية العسكرية من أجل يعني استنزاف روسيا كما يحاولون إظهاره، ويحدث العكس على الجبهات يعني الآن. نعم. وأيضا أوكرانيا، لكن دكتور البعض يتحدث بأن حيادية أوكرانيا ليس المطلب الوحيد من قبل موسكو حتى توقف العملية العسكرية على كييف، لكن هناك أيضا حديث بأن ما تم السيطرة عليه من أراض داخل أوكرانيا من قبل روسيا لن يعاد مرة أخرى تحت مظلة أوكرانيا، بل سيصبح أراضي روسية خالصة ولن تعود. يعني هذا صحيح، هذه الأراضي ضمت إلى روسيا عبر استفتاء، وتاريخيا ويعني والحق يقال أن هذه المناطق كلها كانت مناطق روسية وأعطيت وضمت إلى أوكرانيا على أساس أنها جمهورية سوفيتية، ونحن نعلم في السابق الاتحاد السوفيتي كان دولة واحدة. لكن للأسف يعني تغير النظام في كييف واتخاذه منحى عدائي ضد روسيا يعني أجبر روسيا أولا على محاولة إعادة هذه المناطق، وخاصة أن معظم سكانها من الروس يريدون العودة إلى روسيا. يعني كل الحروب التاريخية بين روسيا والغرب كانت بهذه المناطق بسبب أن روسيا تريد المحافظة عليها لأنها تعتبرها خط دفاع أولا عن الأراضي الروسية، ثانيا نظرا للموارد والإمكانيات الموجودة في هذه المناطق. لذلك هناك يعني أطماع تاريخية للغرب وخاصة لبريطانيا في هذه المنطقة التي تعمل بكل ما بوسعها لزعزعة الأمن والاستقرار داخل روسيا، وتحاول مع الولايات المتحدة الأمريكية يعني أن تصاب روسيا بأي هزيمة يمكن أن تؤثر على موقفها على موقعها إن كان في الجوار الروسي أو حتى على الساحة الدولية. لذلك نرى أن هذا الصراع يحتدم ويمكن أن يصل يعني إلى صراع أكثر دموية وأكثر تدميرا في حال امتد إلى دول أخرى. هل ما تقوله دكتور يفسر قيام السلطات الأوكرانية أو القوات الأوكرانية باستهداف دونيسك ل44 مرة خلال ليلة واحدة بأكثر من 150 مقذوفة تحاول بها استعادة هذه المدينة لما تمتلكه طبعا من ثروات كبيرة جدا، يمكن أن تفيد أي جانب أو أي جانب يسيطر على هذه المدينة؟ يعني القوات الأوكرانية لم تستطع السيطرة على منطقة مقاطعة دانيسك عندما كانت في أوج قوتها، لذلك الآن لا يمكن السماح لها ولا تستطيع السيطرة عليها. لكن هذا القصف يعبر عن المأزق التي تعانيه القوات الأوكرانية على جبهات القتال، لذلك تقوم بالانتقام من السكان المدنيين. يعني ما هو الهدف من قصف المدينة وفيها سكان مدنيين يسقطون يوميا قتلى من جراء هذا القصف، إذ أن أوكرانيا تقول أنها تدافع عن الأوكرانيين وتقول أن هذه أراضي أوكرانية، وفي نفس الوقت تقوم بقصفها وتقوم بتدميرها. لذلك يعني هذا نعبر عن شيء يعبر عن أن القوات الأوكرانية لا تكترث بحياة الأوكرانيين لا داخل المناطق التي تسيطر عليها ولا داخل المناطق التي ضمت إلى روسيا، وإنما تقوم بهذه الأعمال فقط يعني هجمات انتقامية وهجمات لعقاب السكان الذين يرفضون البقاء تحت سيطرة نظام كييف. لذلك نرى يعني دائما دانيسك أو دامباس أو لوغانسك أو أي مدن أخرى تتعرض لضربات، حتى سكان شبه جزيرة القرم، يعني عندما تتعرض شبه جزيرة القرم لضربات عشوائية أو لقصف جسر شبه جزيرة القرم الذي يستخدمه أكثر ما يستخدمه السكان المدنيين، لذلك يعني هذا عدم اكتراث أوكراني بحياتهم، وهذا يبطل ما تقوله أوكرانيا بأنها تحافظ على سكان أمنها على أمن سكانها. سؤال مهم، هو بالأمس عقد اجتماع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رؤساء العملية أو قادة العملية العسكرية في أوكرانيا وتحديدا في روستوف التي شهدت طبعا تمردا لفاغنر وسيطروا على المدينة لمدة يوم كامل. ما دلالات هذا الاجتماع في هذه المدينة تحديدا في هذا التوقيت؟
يعني روستوف هي المدينة الكبرى والقريبة الأكثر قربا من الحدود الأوكرانية، كانت وتبقى هي يعني المكان القيادة العسكرية الروسية، وهذا إصرار من القيادة الروسية على أن كل ما حدث يعني لم يؤثر على هذا الموقف ولم يؤثر على موقع هذه المدينة على أساس أنها هي مركز القيادة. زيارة الرئيس بوتين يؤكد إصرار روسيا على الاستمرار في العملية العسكرية، ويمكن أن يكون أيضا بحث في هذا الاجتماع عن ما هي الردود الروسية بعد فشل الهجوم الأوكراني. هل ستقوم القوات الروسية بالاستمرار بالزحف نحو خاركوف أو إلى مناطق أخرى؟ لذلك نرى أن يعني زيارة الرئيس بوتين أولا تهنئة للجنود وتهنئة للقادة بالصمود أمام الهجوم الأوكراني، وثانيا يمكن أن يكون تهيئة للرد الذي يعني يحصل، وخاصة لاحظنا في الفترة الأخيرة هناك إعداد كبير من قبل الطرف الروسي لمحاولة يعني استمرار الهجوم الروسي باتجاه الأراضي الأخرى من جهة، ومن جهة أخرى يعني نلاحظ أن روسيا تريد إثبات الغرب بأن مهما بلغت المساعدات والإمدادات الغربية لنظام كييف لا يمكن أن تؤثر على الموقف الروسي، وخاصة على المطالب التي تقدم بها، وهذه المطالب هي معروفة للجميع. لذلك بتقديري يعني يبدو أن العملية العسكرية سوف تطول، ولا نرى في الأفق أي مكان لأي مبادرات سلمية يمكن أن تحصل، وخاصة أن الطرف الآخر المعادي لروسيا حتى الآن لا يريد أي حلول سلمية. لكن أيضا دكتور، على الرغم من سيطرة روسيا على الكثير من المناطق في المنطقة الشرقية لأوكرانيا، لكنها كما يقول البعض أنها لا تريد أكثر من ذلك، وإن كانت ترغب في تحقيق مكاسب أكبر كانت وصلت إلى العاصمة وسيطرت عليها بكل الإمكانيات وبالتالي أسقطت النظام. إذن ماذا تريد روسيا تحديدا من الأيام أو الأسابيع أو الشهور القادمة من العملية العسكرية؟ هذا صحيح بالطبع، لأن روسيا منذ أن قامت بالعملية العسكرية لم يكن لها أطماع داخل الأراضي الأوكرانية، وإنما كان السبب السياسة التي اتبعها نظام كييف. نعم، روسيا الآن يمكن أن لا تكون تريد توسيع العملية العسكرية، لكن في حال استمر نظام كييف في استفزازاته وقصف المدن الروسية والقيام ب يعني استخدام المسيرات والعمليات التخريبية الإرهابية، وخاصة في مقاطعة بيلغوراد، لم يبقى أمام روسيا إلا توسيع هذه العملية، وشمل أيضا منطقة خاركوف التي انسحبت منها سابقا روسيا، أيضا إعادتها إلى تحت السيطرة الروسية، ويمكن أن تكون مدينة خاركوف. لذلك يعني أنا قلت دائما وعبر قناتكم الكريمة بأن خاركوف العديد يعني من السكان الروس والمجتمع الروسي يعتبر خاركوف أنها مدينة روسية، ومن الخطأ لروسيا أن تتخلى عنها في حال لم يكون هناك اتفاق مع نظام كييف على أن تعود الأمور إلى سابق عهدها والعلاقات إلى سابق عهدها. أما إذا أصر نظام كييف على اتباع هذه السياسة، بتقديري روسيا يمكن أن تتوسع باتجاه مدن أخرى. إذن هذا يتعلق بتصرفات نظام كييف وليس بالقرارات الروسية. نعم، هناك تقرير لصحيفة أمريكية قد خرج بالأمس يتحدث بأن ضحايا هذه العملية العسكرية منذ أن بدأت منذ عام ونصف تقريبا وصل إلى 500 ألف شخص، الكثير منهم أو تقريبا ما يقرب من 300 ألف شخص من الجانب الروسي. هل هذه التقارير هي تستند إلى معلومات دقيقة أم إنها جزء من محاربة أو جزء من أسلحة الغرب فيما يتعلق بهذه الأزمة؟ يعني بتقديري هذا التقرير وهذه المعلومات هي فقط من أجل الترويج ضد يعني الترويج للأخبار التي تعلنها أوكرانيا والإشاعات المغرضة ضد روسيا. يعني أين هي الوثائق وعلى أي يعني على ماذا استند هذا التقرير؟ إذا كان منذ بداية العملية العسكرية التي بدأتها روسيا، نعم في البداية يمكن أن تكون خسائر كانت أكثر داخل الصفوف يعني في الصفوف الجيش الروسي، لكن بعد تغيير التكتيك والاستراتيجية العسكرية نرى أن الخسائر الضخمة منذ أكثر من عام تقع ضمن صفوف الجيش الأوكراني. وحتى يعني مسؤولة الاتحاد الأوروبي قالت في منذ أكثر من نصف عام بأن الجيش الأوكراني فقد أكثر من 100 ألف قتيل، وبعدها تعرضت لانتقادات. فكيف الآن والهجوم الأوكراني، والأوكرانيا هي التي تهاجم وليس روسيا، ونحن نعلم دائما أن المدافع يمكن أن يسقط له أعداد أقل من المهاجم، وخاصة أن الجيش الأوكراني الآن يصاب يعني بخسائر كبيرة، لا يمتلك سلاح جو، لا يمتلك المعدات التي يمكن أن تحميه من النيران الروسية. إذن هذا التقرير لا أعتقد أنه قريب من الواقع، وإنما فقط من أجل استمرار ضخ الأخبار
الكاذبة ضد روسيا من جهة، ولرفع معنويات الجيش الأوكراني من جهة أخرى. أشكرك دكتور سمير أيوب الكاتب والباحث السياسي والخبير في الشؤون الروسية، كنت معنا من سان بطرسبرغ، شكرا جزيلا لك. قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الرئيس الأمريكي أكد دعمه لجهود تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات من طراز F-16، وأشار سوليفان إلى وجود مشاورات مع الكونغرس لنقل المقاتلات الأمريكية إلى كييف، مشددا على أن واشنطن ستواصل دعم أوكرانيا في كل المجالات. أيضا لزملائه وللعالم أنه سيدعم جهود في تدريب الطيارين الأوكران على طائرات F-16، وبالتالي فإن هذا بعد إكمال هذا التدريب ستكون الولايات المتحدة في مشاورات مع الكونغرس إمكانية نقل طائرة F-16 إلى أوكرانيا. وأيضا في هيروشيما كانت هناك تساؤلات إن كنا فعلا سنحقق ذلك أم لا، سنضع هذه التساؤلات جانبا، ولكن كل ما أقوله هو أن التدريب أولا ومن ثم سيعرض الموضوع على الكونغرس لنحصل على موافقة لإعطاء أوكرانيا F-16. من جانبها رحبت كل من هولندا والدنمارك بموافقة الولايات المتحدة على إرسالها مقاتلات من طراز F-16 إلى أوكرانيا، وأفاد مسؤول أمريكي بأن الولايات المتحدة وافقت على إرسال هذه المقاتلات من الدنمارك وهولندا إلى أوكرانيا فور اكتمال تدريب الطيارين الأوكرانيين، وكانت كييف قالت إنها لن تتمكن من استخدام مقاتلات F-16 خلال فصلي الخريف أو الشتاء المقبلين. للمزيد من النقاش والمتابعة ينضم إلينا من كييف دكتور عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار. صباح الخير دكتور عماد، أولا أسألك مباشرة، يبدو أن الضغوط الأوكرانية على الولايات المتحدة والغرب أتت بأكلها فيما يتعلق بطائرات F-16، ورأينا الآن ربما موافقة من جانب الولايات المتحدة لهولندا والدنمارك بتوريد هذه الطائرات إلى كييف، كيف تنظر إلى هذه الخطوة؟ هل ستكون نقلة نوعية لأوكرانيا في هجومها المضاد على روسيا؟ تحياتي لكم، صباح النور لكم وللسادة المشاهدين. واضح أن أوكرانيا بالتأكيد هي رحبت بهذا القرار، وهي تنتظر بفارغ الصبر استكمال طياريها للتدريب اللازم لإمكانية استلامهم هذه الطائرات واستخدامها في الدفاع عن الأجواء الأوكرانية والحيلولة من الهجمات الروسية المستمرة والمتصاعدة، خاصة أنها بدأت تشمل مدن في وسط أوكرانيا مثل مدينة خمينسك هذه الليلة، حيث أصيب أكثر من 8 أشخاص، وإضافة إلى بعض المدن في الغرب الأوكراني. لكن حقيقة الرهان ليس فقط على تقديم طائرة أو 5 طائرات أو 10، الحاجة أوكرانيا كبيرة في ظل القدرات الروسية الكبيرة، وأعني بها القدرات الجوية. فبالتالي ما سيؤثر في دعم أوكرانيا بهذه الطائرات هو الكم والنوع والوقت الذي ستسلم فيه أوكرانيا بحيث تكون قادرة على استخدام هذه الطائرات بأسرع وقت. هناك تحالف يضم 11 دولة مسؤولين عن تدريب الطيارين الأوكران على هذه الطائرة، وجود هذا العدد من الدول التي تستخدم هذا النوع من الطائرات لتدريب الطيارين الأوكرانيين، هل برأيك يسرع من قدرة هؤلاء الطيارين على استخدام هذه الطائرة بالنسبة لهم المختلفة كليا عما كانوا يستخدموه في السابق من طائرات كانت إما أوكرانية أو حتى جاءت من موسكو؟ بالتأكيد هذا العامل سيكون له دور كبير في التسريع من قدرات وتأهيل القدرات الأوكرانية، وبالتأكيد نحن ليس لدينا معلومات دقيقة عن الطائرين أو عدد الطيارين الأوكران الذين سيتدربوا، وما إن كان أغلبهم قد كان له يعني تحليق جوي عسكري في هذه الطائرات، وبالتالي سيأخذ دورات لتطوير مهاراته
للتعرف على يعني نوعيات جديدة من هذه الطائرات وهي F-16. ولكن إذا كان الأعداد يعني جزء من هؤلاء الطيارين لم يحلقوا يعني سابقا، هذا سيشكل أيضا تحدي آخر للقوات الأوكرانية. بكل الأحوال أوكرانيا لا تضيع الوقت أبدا ولا تضيع الفرص، وهي ماضية في تعجيل تدريب طيارينها، وترحب وتشكر كل الدول التي تدعمها في ذلك. لكن السؤال دكتور، وهو يأتي من خبراء عسكريين يتحدثون بأن المعضلة ليست فقط في الطائرات أو حتى تدريب الطيارين، وإنما هناك أيضا أمور لوجستية، منها أن هذه الطائرات تحتاج إلى مدرج أو مطار أوسع مما يستخدم في أوكرانيا حاليا، فبالتالي تحتاج إلى العديد من الأمور الأخرى. هل قادرة أوكرانيا على تنفيذ هذه اللوجستيات بالإضافة إلى حمايتها؟ لأنه عند بداية الأزمة أول ما فعلته روسيا ببداية هذه العملية العسكرية هي ضرب المطارات الأوكرانية لشر حركة الطيران بشكل كامل. باعتقادي أوكرانيا قادرة بما تمتلك من مقدرات ومقومات ويعني معدات وتقنيات لبناء هذه المدارج بأسرع وقت، ولكن سيبقى على أوكرانيا التحدي الأكبر هو حماية هذه المدارج من أي هجمات روسية يمكن أن تفشل استخدام هذه المدارج. فبالتالي الأمر يعني يخضع لتوقعات مستقبلية فيها جزء من الغموض. السؤال المهم هنا دكتور هو فكرة، هل هذه الطائرات إذا ما استخدمت في الهجوم المضاد هل يمكن لها أن تغير قواعد اللعبة، أم أنها ستكون فقط كغيرها من المساعدات الأخرى التي أرسلت من الغرب إلى كييف؟ يعني الخبراء العسكريين داخل أوكرانيا يشيروا إلى أن الأمر مرتبط في أمرين. الأمر الأول وهو عدد الطائرات، لابد أن لا تقل عن 100 طائرة. المسألة الثانية نوع هذه الطائرات، فهناك طائرات قديمة وهناك طائرات حديثة، فإذا كانت من الطائرات الحديثة فيمكن فعلا أن تحدث تأثير لأنها ستوازي الطائرات الحديثة الروسية. ولكن إذا كانت F-16، لا أعرف أنواع الطائرات، لكن ما أشاروا إليه أن هناك F-16S وهي منظومة قديمة لن تؤهل القوات الأوكرانية لصد الهجمات الروسية بشكل كبير، فبالتالي سيكون هناك يعني صعوبات كبيرة تواجه أوكرانيا وبناها التحتية بهذا الإطار. منذ الأمس وتحاول القوات الأوكرانية القيام بالعديد من الهجمات على دونيسك، ووصلت الأمر إلى أكثر من 40 مرة قصفت بها أو قصفت 8 مدن مختلفة في هذا في هذه المنطقة تحديدا. أهمية هذه المنطقة كدونيسك، وما الهدف من استعادة هذه المنطقة من السيطرة الروسية، وإلى أي مدى تشكل أهمية هذه المنطقة تحديدا إلى كييف؟ روسيا واضح أنها مهتمة قبل بداية الشتاء للاستعادة أو السيطرة على الأراضي والمناطق التابعة لإقليم الدنباز، مدينة دينيسك ولوغانسك، إضافة إلى زاباروجيا وخيرسون. هي تحاول قدر المستطاع أن تقوم بذلك، ولكن يعني من الواقع الآن المرحلة الحالية على الجبهة البرية هو يعني مرحلة القصف المدفعي المتبادل بين الجانبين، والذي يوقع خسائر كبيرة. وهناك كما أشرت سابقا في مداخلة عبر القاهرة الإخبارية، ما نرصده أن هناك تقدم بطيء بري، سواء محاولات روسية أو ما تقوم به القوات الأوكرانية من استعادة وتحرير أراضيها. لكن المناطق التي أشرتم إليها، دينيسك ولوغانسك بما فيها منطقة خاركوف، هي مناطق يعني تعيش الآن مرحلة القصف المدفعي الشديد، والذي يعني هو مستمر وأصبح العنوان الأبرز. ولكن عبر الأهداف البعيدة المدى لأوكرانيا، سواء شبه جزيرة القرم أو مناطق في الداخل الروسي، أصبحت المسيرات هي العنوان الأبرز حاليا. لكن البعض ينتقد بأن هذه المسيرات لا تشكل تهديدا خطيرا، وإن كانت فقط يعني رسائل معنوية أكثر منها عسكرية من قبل أوكرانيا لموسكو.
هذا يترك للتقييم العسكري، لكن واضح أن هذه الطائرات على الأقل استطاعت أن تحدث يعني تأثيرات. التأثير الأول نفسي أن الأوكران قادرون على اختراق الأجواء الروسية والوصول حتى إلى العاصمة موسكو. والبعد الثاني أو الأثر الثاني هو أثر مادي وإن كان طفيف، لكنه الحيلولة دون تقدم القوات الروسية بحسب الخطط المعدة والإعلانات والتصريحات التي تصرح بها القيادات العسكرية الروسية. والمسألة الثالثة، استطاعت بعض هذه الطائرات أن تصل فعلا إلى أهداف، وهذا واضح كان في شبه جزيرة القرم عندما دمر مطار عسكري ومصانع ومستودعات، عفوا مستودعات ذخيرة وبنى تحتية، مخازن وقود على فترات. يعني دائما نسمع عن وقوع انفجارات كبيرة في مصانع حتى في الداخل الروسي. فبالتالي نعم تأثيرها محدود، ولكنه يعني على الأقل هو ربما يعني بداية لإمكانية الاستفادة من الطائرات، خاصة أن أوكرانيا أعلنت عن أنها بدأت تصنع طائرات بمقاييس ومزايا ربما يكون لها أثر أكبر في الأيام القادمة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عماد أبو روب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، شكرا جزيلا لك. وإلى ملف التوترات بين الصين وتايوان. أدانت وزارة الدفاع التايوانية الدوريات العسكرية الصينية قرب الجزيرة، وقالت إنها ستنشر القوات المناسبة للرد وأن لديها القدرة على ضمان الأمن القومي. وكان الجيش الصيني أعلن إجراء دوريات مشتركة للقوات البحرية والجوية حول تايوان. وذكر مسؤول عسكري صيني إن الدوريات ركزت على التنسيق واختبار القدرات القتالية لقوات بلاده في العمليات المشتركة في تحذير جاد لمن وصفهم بالقوة الانفصالية في جزيرة تايوان. قال الحزب الحاكم في تايوان إنه بالإضافة إلى محاولة الضغط على الجزيرة، فإن التدريبات العسكرية الصينية تهدف أيضا إلى التأثير على انتخابات تايوان التي ستجري في يناير. للمزيد من النقاش والمتابعة ينضم إلينا من بكين الدكتور شاهر الشاهر، أستاذ الدراسات الدولية في جامعة صن يانت سين. أهلا بك دكتور. شرارة ربما تزداد في التوهج، وأيضا ربما تتحول إلى انفجار كبير في هذه المنطقة تحديدا ما بين تايوان والصين، خاصة مع التحالفات التي تقيمها تايوان، وتزداد العلاقات يوما بعد يوم مع الولايات المتحدة. كيف تراها في ظل هذه التدريبات العسكرية التي تقوم بها الصين بشكل موسع حول شبه الجزيرة؟ طبعا أولا صباح الخير، تحية لك والسادة المشاهدين. طبعا مزيد من التوتر والتصعيد والعسكرة تشهده المنطقة وستشهده في المستقبل أعتقد، لأننا نرى مجموعة من الأحداث التي تجري كلها تصب في الإنباء بمزيد من التوتر في هذه المنطقة. أعتقد أن الصين لجأت إلى هذه المناورات لكي لا تفهم القيادة في تايوان الرسائل التي قدمتها لها الولايات المتحدة على أنها نوع من الدعم الكبير لها. استقبال نائب رئيس تايوان في الولايات المتحدة قمة كامب ديفيد التي عقدت ربما تكون نوع من الرسائل السلبية التي تعتبرها بكين، رسائل سلبية تصل إلى قيادة تايوان وتدعيها إلى مزيد من التشبث برأيها بموضوع الانفصال. أعتقد أن موضوع تايوان هو موضوع مصيري بالنسبة للصين، كما دائما نقول الصين متمسكة بقضية تايوان لا عودة عنه.
عودة تايوان إلى الوطن الأم حتى لو استدعى ذلك استخدام القوة. الصين لن تلجأ إلى استخدام القوة، الصين ربما تخشى أن تقوم حكومة تايوان بإعلان نوع من الانفصال أو أن تقوم الولايات المتحدة أو بعض الدول بالاعتراف بتايوان، لذلك أعتقد هذا التصعيد يمكن أن نفهمه من هذه الزاوية. لكن هناك قراءة مختلفة دكتور حول الحزب الحاكم، قال أنه هذه المناورات العسكرية والتدريبات الصينية لها أهداف داخلية وأنها تؤثر على سير الانتخابات التي ستجرى في يناير القادم داخل تايوان. كيف برأيك يمكن أن تؤثر هذه التدريبات بشكل أو بآخر على الانتخابات الداخلية؟ هناك رأي كبير في تايوان هو يريد العودة إلى الوطن الأم. زعيم حزب المعارضة كان قد زار بكين في الفترة الماضية وبقي أيام طويلة. أعتقد أن هناك توجهات جديدة لدى الأحزاب المنافسة للحزب الحالي أنهم إذا وصلوا إلى السلطة ربما سيعودون إلى الوطن الأم أو يوقعون اتفاقيات مع الصين. كما أن هناك آراء الآن في تايوان تقول أن ليس لنا مصلحة من هذا التصعيد الذي يجري مع بكين. يعني ما هي الفائدة التي حققتها تايوان اليوم بزيارة الترانزيت التي قام بها مثلا نائب رئيس تايوان مقابل التصعيد الذي تقوم به بكين ومقابل الخسائر الاقتصادية التي تتعرض لها تايوان؟ إذن بدأت تظهر آراء أخرى في تايوان وحتى آراء تنتقد هذه الزيارات، آراء رسمية وآراء شعبية. وهناك من يرى أن مصلحة الجزيرة ربما هي بالعودة إلى الوطن الأم الصين، وأنه الحتمية التاريخية تقول أنه لا يمكن أن تكون تايوان دولة، وأن هذه الدول جميعها هي تحاول استخدام تايوان كورقة لابتزاز الصين فقط. فهذه الدول وخاصة اليابان أو كوريا أو الولايات المتحدة هي دول جميعها لا تعترف بتايوان، فلماذا هذا النفاق؟ يعني هو نوع من النفاق السياسي ليس أكثر. إذن ستكون هذه الانتخابات نقلة مفصلية سواء بزيادة هذه الأزمة بين تايوان والصين أو أنها تحل إذا ما أتى أو أتت المعارضة إلى الحكم. نعم، هذه الانتخابات أعتقد سيلعب العامل الخارجي دورا كبيرا فيها، أو سيحاول العامل الخارجي، بمعنى أن الولايات المتحدة سوف تحاول دعم الانفصاليين أو دعم توجهات الانفصاليين لضمان وصولهم إلى السلطة مرة أخرى. بالمقابل ربما ستقوم الصين من خلال حزب الكومنتانغ الذي هو الآن الأقرب إلى بكين، وبالمناسبة هو الحزب الذي كان يوما من الأيام هو سبب الانفصال، سبب انفصال هذه الجزيرة عن الوطن الأم، هو الآن ينادي بالعودة إلى الصين، البر الرئيسي الصيني. من هذه الزاوية ربما يلعب العامل الخارجي دورا كبيرا. أيضا هناك المزاج الشعبي العام الذي بدأ يرى أن هذه التوترات ربما لا تصب في مصلحة بلدهم ولا تصب في مصلحة مستقبل أبنائهم. كما أن الصين أيضا تعمل على الشباب، هناك مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها الصين لاستقطاب الرأي العام داخل تايوان والعمل على قطاع الشباب والعمل على قطاع التجاري. هناك الملايين من تايوان يعملون في الصين وهناك رأس مال كبير، وهناك أيضا مئات الألوف من الطلبة الصينيين الذين يذهبون للدراسة في تايوان. إذن هي جزيرة صغيرة، الصين تعمل على تذويبها في المستقبل ضمن الصين، ضمن بر الصين الرئيسي. لذلك هي ليست في عجلة، هي لا تريد استخدام القوة إلا إذا اضطرت إلى ذلك، لأنها واثقة أنها ستعيد هذه الجزيرة بالطرق الصينية. لكن يا دكتور، بكين لا تصعد من الصراع أو الخلافات السياسية والتي تتحول إلى تحركات عسكرية من حين إلى آخر وإن بقيت في مجال التدريب العسكري، لكنها في الفترة الأخيرة ارتفعت وتيرة الخلافات بينها وبين الكثير من الدول في هذه المنطقة تحديدا، أصبحت شعلة أو أقرب إلى كرة من الثلج تتدحرج وتزداد أو يزداد حجمها من حين إلى آخر. هناك مشكلات في بحر الصين الجنوبي، هناك مشكلات مع الفلبين، هناك مشكلات مع اليابان. لماذا تتخذ الصين هذا النهج في هذا التوقيت تحديدا؟ لم تظهر أي توترات بين الصين وأي دولة من دول بحر الصين الجنوبي إلا بمدى تقارب تلك الدول من الولايات المتحدة الأمريكية. لو أخذنا المثال الأخير الذي تفضلت به هو الفلبين، متى بدأت الفلبين تقول أن هناك مشكلات حدودية مع الصين وتذهب إلى المحكمة
على توقيعها اتفاق التعاون المشترك أو اتفاق التعاون الدفاعي بينها وبين الولايات المتحدة في العام 2014. بعد ذلك هي فورا ذهبت إلى المحكمة الدولية وحصلت على قرار دولي في العام 2016 وبدأ التصعيد بينها وبين بكين. أعتقد أن العامل الخارجي يعني الولايات المتحدة بشكل واضح هي من يلعب دور تأجيج الصراعات في هذه المنطقة. لذلك أعتقد أن الصين تحاول الآن القيام بدور آخر. كان هناك جولة لوزير الخارجية الصيني ويحاول تفعيل منظمة الأسيان أو إيجاد حل للخلافات بين الدول المنطقة دون إدخال العامل الخارجي فيها. نعم، لكن تلام الصين بأنها تحاول السيطرة على هذه المنطقة وهي أنها تكون المتحكم الأول والأخير فيها، فلذلك لهذه الدول حق، وليس فقط الفلبين، نتحدث عن أكثر من 6 دول في هذه المنطقة في بحر الصين الجنوبي، هناك أيضا تايوان، هناك اليابان. لماذا تفتح الصين وهي قوة اقتصادية كبيرة تستطيع هذه أو تستطيع استخدام هذا السلاح الاقتصادي أفضل من المواجهات العسكرية في وقت من الأوقات ربما يحدث في المستقبل؟ أعتقد هو السؤال ليس أن الصين الآن تفتح الأزمة مع هذه الدول. الصين تقول بأحقيتها بهذه المناطق الواسعة من منطقة بحر الصين الجنوبي منذ عام 1947 أعتقد عندما وضعت خارطة الخطوط 9 المعروفة. لماذا هذه الدول لم يكن لها هنا مشكلات مع الصين؟ لماذا المشكلات بدأت تظهر بين هذه الدول والصين بعد تنامي قوة الصين؟ أعتقد أن هذه الدول مفهوم مخاوفها من زاوية أن أي دولة تجاور دولة بحجم الصين يجب أن يظهر لديها مخاوف اقتصادية وأمنية وما إلى ذلك. لكن ظهور الخلافات أعتقد هناك عامل خارجي أسهم في تأجيج هذه الصراعات وهو الولايات المتحدة الأمريكية. كان هناك المشكلة الأخيرة حول تصريف المياه في المنطقة. أعتقد أنهم بدأوا يحلون المشكلة، لكن الذي زاد التصعيد هو كان التأييد الأمريكي لليابان في هذا الموضوع ودعمها لتصريف المياه في منطقة البحر. وكانت المشكلة ليست مع الصين، وكل الإعلام تداول المشكلة أن المشكلة هي بين اليابان والصين. كانت هي مشكلة داخلية داخل اليابان بين المزارعين وصيادي الأسماك، وكانت مشكلة بين اليابان وكوريا الجنوبية. فالمشكلة ليست بين اليابان والصين، لكن دائما أعتقد أن الإعلام الغربي يلعب دورا كبيرا في هذا الموضوع. إذا ما ربطنا هذه الخلافات بالعامل الخارجي وهو ما تشير إليه بأن الولايات المتحدة تلعب هذا الدور تحديدا وما تقدمه من دعم لهذه الدول، نذهب إلى الاجتماع أو القمة الثلاثية التي عقدت في كامب ديفيد خلال الأمس أو ربما خلال الساعات الماضية، وله نتائج كبيرة، منها أنه سيكون هناك قمة ثلاثية تعقد سنويا للتشاور وأيضا للحد من التهديدات على كوريا الجنوبية وأيضا اليابان من قبل الصين من جهة وأيضا كوريا الجنوبية من جهة أخرى. فكيف قرأت هذا الاجتماع ونتائجه أيضا، ولماذا في هذا التوقيت تحديدا؟ أعتقد في الفترة الأخيرة بدأنا نشهد منظر قمة مقابل قمة لأكثر من مرة تكررت، والآن نفس الشيء. كان هناك زيارة لوزير الدفاع الصيني إلى موسكو ثم زيارة إلى بيلاروسيا، الآن أيضا نشهد هذا التقارب الذي ظهر في قمة كامب ديفيد. الولايات المتحدة أعتقد الهدف الأساسي للولايات المتحدة، هناك أسباب انتخابية، الرئيس بايدن يريد أن يشعر الناخب الأمريكي بأنه حقق بعض الإنجازات في هذا الموضوع. أيضا هناك رغبة هامة جدا من الرئيس بايدن أن يقول أن هناك دول غير أوروبية مؤيدة لموضوع الحرب في أوكرانيا أو مؤيدة لأوكرانيا، هذا هام جدا بالنسبة له. باقي المواضيع مع كوريا الجنوبية واليابان نعم هو هام جدا بالنسبة للولايات المتحدة من زاوية تطويق الصين، لكن بالمقابل ماذا قامت بكين؟ هي ذهبت إلى بيلاروسيا. بيلاروسيا الآن أصبحت رأس حربة في مواجهة حلف الناتو، وأعتقد هذا تطور جديد في علاقة الصين وبيلاروسيا والمحور الذي يقوم الآن بين كوريا الشمالية وبكين وموسكو. نعم، إذن هو محور تزداد بينه الصراعات على المستويات كافة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا أيضا. لذا أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من بكين الدكتور شاهر الشاهر أستاذ الدراسات الدولية في جامعة سون ياتسين، شكرا جزيلا لك. والآن إلى تطورات الأوضاع في النيجر.
بث تلفزيون النيجر صورا لطائرات حربية ذكر أن مالي وبوركينا فاسو نشرتهما في البلاد. جاء ذلك على خلفية تعهد الدولتين بالوقوف إلى جانب نيامي بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم. وكانت السلطات في واغادوغو وباماكو أكدتا في بيان مشترك أن أي تدخل عسكري في النيجر لإعادة بازوم إلى الحكم سيكون بمثابة إعلان حرب عليهما. وأكد عبد الفتاح موسى مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن لدى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس، أكد أن جيوش المجموعة مستعدة لدخول النيجر في أي وقت يصدر فيه الأمر. وخلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع قادة أركان إكواس، قال موسى إن أي تدخل في النيجر سيكون قصير الأجل ويهدف لاستعادة النظام الدستوري في البلاد. إن قواتنا في المنطقة مستعدة تمام الاستعداد عند دعوتها وعند إطلاق صافرة البدء لأداء مهامهم في المنطقة، ونحن لسنا ضد النظام في النيجر. لقد ذكرنا أن هذا بناء على رئيس المجلس، وهو يعلم تماما أن هناك كافة الخيارات مطروحة على طاولة التفاوض. وكما أتحدث إليكم، نحن على أتم الاستعداد للتوسط في البلاد، فلا يوجد أي باب مغلق. نحن لا نغلق أي أبواب للحوار والنقاش، فإن العقوبات أيضا مطروحة وهي خيارا. وفي هذا السياق نحن نحاول التفاعل مع المطالب مع السلطة الشرعية لبدء الحوار، ونحن مستعدون تماما. لن نتورط ولن ننخرط في هذه المعارك، لابد من تحقيق الغرض المشترك وتحقيق الهدف الأساسي وهو استعادة الدستور في البلاد. حذر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل خلال اتصال هاتفي مع رئيس نيجيريا بولا تينوبو من أن أي مزيد من التدهور في حالة الرئيس المعزول محمد بازوم سيكون له عواقب وخيمة. وأكد المسؤول الأوروبي أن بازوم المنتخب ديمقراطيا يظل الرئيس الشرعي للنيجر، مشددا على أن ظروف اعتقاله آخذة في التدهور. وصفت الأمم المتحدة استيلاء المجلس العسكري الانتقالي في النيجر على السلطة بأنه مجرد نزوة، وطالبت بإطلاق سراح الرئيس المحتجز محمد بازوم وإعادة الديمقراطية والنظام الدستوري في البلاد بشكل فوري. وحذر منسق حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك من تعرض فكرة الحريات في النيجر للخطر. وأشار تورك إلى أن الأزمة في النيجر أدت إلى تفاقم الوضع في واحدة من أفقر دول العالم مع إغلاق الحدود وتوقف التجارة وانقطاع التيار الكهربائي، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، داعيا إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وحر. لنقاش أوسع ينضم إلينا من باريس الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي والباحث السياسي. أولا، ورد منذ قليل هذا الخبر العاجل حيث هددت بوركينا فاسو بالانسحاب من مجموعة إكواس بسبب سياساتها غير المنطقية تجاه النيجر. هذا الخبر العاجل كيف تقرأه دكتور؟ عملية هروب إلى الأمام من قبل الحكم الحالي لبوركينا فاسو، والذي ليست له أي شرعية، هو أتى عبر انقلاب، ولكن هذا لا يؤثر أي شيء. يعني وزن هذه يعني المجموعة العسكرية التي انقضت على الحكم لا تمثل أي شيء، وبالتالي لا تمثل وليس لها تأثير على قرارات المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا. وكذلك يعني إعلان نشر طائرات من بوركينا فاسو ومن مالي، فكذلك هو شيء لا يعني إلا الدعاية، لأن بوركينا فاسو ومالي ماذا تريد بهذا؟
هل تريد أن تخسر بضع الطائرات التي تملكها؟ يعني لأنه في أي مواجهة ستخسرها بطبيعة الأمر، وبالتالي فإن نرى أن الذين استولوا على الحكم في بوركينا فاسو وفي مالي لا يواجهون الإرهاب، بل يريدون حماية كراسيهم. نعم، لكن هذا يعطي شرعية ودافعا أكبر لدول الأكواس للتدخل العسكري بشكل فعلي في النيجر. دول الأكواس هي يعني أشارت أن هذه المرة ستتدخل إن لم تكن هناك نتائج عبر القنوات الدبلوماسية، وتسعى حثيثا بأن تستعمل كل القنوات الدبلوماسية لكي تتفادى التدخل، ولكن لا يمكن أن تعيد الخطأ الذي كان التي وقعت فيه في مالي، وبالنسبة لمالي وبوركينا فاسو، حيث قبلت النقاش والمفاوضات حول فترة انتقالية. نعم. ولكن الذين استولوا على الحكم غيروا الفترة الانتقالية إلى استفتاء، واستفتاء كان مسير من قبلهم، وفكروا أن هناك شرعية لهم. ولكن نرى الآن أن هناك عمليات جيوستراتيجية أكبر من عملية الاستيلاء. هل تتفق دكتور مع الرأي الذي يقول بأنه أصبحت المشكلة في هذه المنطقة، منطقة غرب إفريقيا، أصبحت نزاع على الوجود؟ دول الإكواس تحاول أن تدافع عن نفسها في الأساس بالتدخل في النيجر من ألا يتكرر ما حدث في النيجر ومالي وبوركينا فاسو في بلادها، والجانب الآخر يتحدث بأن مالي وبوركينا فاسو تحاول أن تؤيد الطرق التي وصلت إليها القادة العسكريين في النيجر إلى الحكم، فبالتالي الدفاع عن أيضا ما وصلت إليه، فالجميع يتنافس من أجل وجوده في السلطة. يعني هذا صحيح، ولكن يجب أن نرى ما هي القوى التي تحرك ذلك. هل يمكن اليوم وأن نحن في القرن 21 أن نرى ثلاثة أو أربع أشخاص لأنهم وضعوا يدهم على السلاح بأن يعني ينقضوا على الحكم ويسيروا الحكم حسب نزواتهم؟ هل هذا يعني مقبول؟ أولا من ناحية القانون، من ناحية الدستور، من ناحية يعني من ناحية الطلبات المشروعة للشعوب. هذه الأمور كانت موجودة في الستينات والسبعينات في إفريقيا، ولت ثم الآن ترجع بقوة، ولكن كانت قبل تأتي من نزوات شخصية فقط. الآن صارت تأتي من نزوات شخصية، ولكن كذلك من تحريك دولي، والتحريك الدولي هو وراءه فاغنر وكل يعني والمرتزقة، والأمور تتدهور. لسنا في السبعينات ولا في الستينات ولا حتى في أوائل الثمانينات، احنا نذهب الآن إلى وضع خطير جدا، أي أن المرتزقة ستحكم هذه المنطقة، وهذا غير مقبول في حاليا وفي المستقبل. أشكرك شكرا جزيلا دكتور مجيد بوضين، أستاذ القانون الدولي والباحث السياسي، كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك. وبهذا مشاهدينا الكرام تكون هذه التغطية التي استمرت على مدار ساعة قد انتهت لمناقشة المزيد والعديد من الملفات الساخنة على الساحة الإقليمية والدولية. لذا شكر إلى حضراتكم، موصيل دمتم في رعاية الله وحفظه.